بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. دعاء المعجزات في ليلة القدر، اقرأه 5 مرات على عدد أصحاب الكساء، وسوف تجد بأن الأمنيات تتحقق، ولن يرد الله سبحانه وتعالى دعاءك. هذا الدعاء الذي قرأه مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام على حجر فنطق بإمامته، هكذا هو الدعاء، يصنع المعجزات. ما هو الدعاء؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القوة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السلطان، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر، وأسألك باسمك الفائق الخبير البصير، رب الملائكة الثمانية، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد خاتم النبيين، لما فعلت بي كذا وكذا. ثم تطلب حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا ببركة كلمات مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. ورد هذا الدعاء المبارك في كتاب كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 309، وحياكم الله.